وعليك الكوين إذا هي بنت الشيخ محمد صالح مراد شيخ الإسلام الحنفي مش حسين صالح وحفيد المفتي الحنفي الشيخ محمد مراد وأيضا حفيدة شيخ الإسلام محمود بخوجة معناها هي نشأت كما طبعا واضح في وسط علمي وديني بامتياز من عائلة علماء في الزيتون. كيفاش تكونت نفسي؟ تكونت من مشيخة الزيتونة اللي كان وقتها حاجة فاشة في البلاد بوها والدها الله يرحمه وعمل الشهيرة قاموا وصل الزيتونة للمنزل. يعني أنها النفسية ما مشاتش هي للزيتونة ولكن المشيخة هما جاوا للمنزل وعلموها هي وأخوتها علم الفقه والآداب والتاريخ والمنطق وإلى آخره. إذا هنا كان تكوين زيتوني في منزلها اللي كان قبل حاجة قيلة برشا ما هي ميزاتها؟ حبيت نطلع شوية على الشيء على شخصيتها الميزات نتاعها في شخصيتها. هي كانت تحب العلم بصفة كبيرة برشا معناتها علاوة على اللي تعلمته هي في منزلها من عند شيخة الزيتونة واصل طول حياتها ديما تتعلم وديما تقرا وديما عندها اون كيوريوزيتي كبيرة برشا فضول في العلم حاجة معناتها بالحق هي تميزها في خصالها تحب العلم وطول حياتها تناضل باش تتعلم الماكسيموم نقولوا احنا في العلم في احنا في طبيعتها نقولوا احنا هي انتي ديتيرميني عندها الثبات والهدوء اللي تي تري كالم كوم فام والحكمه سيتي لا فورس ترانكيل لابشير والانسجام التام لاموني توتال من بين التفتح اللي تي بريف والمحافظة على أخلاقها الدينية الإسلامية. إذا شخصية هادية، شخصية تحب العلم، شخصية ثابتة، ديتيرميني، متفتحة ومحافظة على أخلاقها الإسلامية. نحب نحكي توا على نضالها، وعلى بداية نضالها خاصة. هي تزوجت صغيرة، دونك أساساً تزوجت 1929 بالسيد صالح الزهير. وكانت في الوقت هذاك نقولوا ادوليسونت 16 في الادوليسونت شابة في الوقت هذاك كانت مصدومة بالحق مصدومة وتقول في كل المقالات نتاعها بالمستوى الجهل والجهالة اللي عاش فيه المرأة التونسية ونسى تشوف في الوسط نتاعها معناتها الناس عايشين ما يعرفوا شيء لا يقراوا لا يكتبوا لا يخرجوا لا يعرفوا حاجة على الشأن العام هي التي شوكي باغ سولا. إذا هذه حاجة كانت كما قلنا معناتها هي ألا شوكي ومصدومة بها. وكما تقول هي في الانترفيو تاعها اللي عبد الحق يعرف مليح والإخوان الكل تقول كانت وقتها فترة غليان في تونس. فترة غليان في تونس، سيتي لي مو دو لابشير. معناتها هي تحس فرنسي معناتها يعني كومبخوند لي مو دو لابشير، يعني متقلقين معناتها مش حابين يقعدوا هكا ما يعرفوا حد شيء معناتها بعاد على كل شيء عايشين في الظلام في الجهل. حتى الناس تعيو بعض النساء تتكلم معناتها توا معناتها سنين تبي بدات ديجا النساء تتكلم وتقول اللي معناتها كل واحده تتكلم معناتها في وسطها في عائلتها اللي هي متقلقه تحب تتعلم تحب تشوف تحب تفعل حاجه في المجتمع يقولوا معناتها في عائلتهم في نطاق صغير ولكن اللي بشيها اللي سافي دونك سي معناتها في عدد جهات تونسيه مش كانت العاصمه يقول لك بريسيزي في عدد جهات تونسيه فما غليان على كيفاش النساء عايشين في الجهاله في الظلام هذاك. اذا هي في 1930 دونك انا 17 ans il faut préciser ça parce que c'est une révolution en soi une adolescente في الوقت 17 ans تقلع شهيريه ثوره في حد نفسها. في 1930 بدات البشيره تتحدث مع ابوها اللي هو دونك شيخ اسلام الشيخ محمد صالح المعاد كما قلنا اللي هو كتب الكتاب الشهير والمهم اللي هو الحداد على ملك الحداد كنا نعرفوه دونك الشيخ الاسلام هذا دونك كان يتحدث معاه ديما يحكي مع بعضهم ديما يتشاوروا ديما يحكيوا كما قال واحد العائله كي تيموني دي قال ايكال في الحديث يعني في الاحترام فيه البشيره دي قال ايكال سي فريمون لو مو امبلويي دونك يتحدث معاه زعما شنو نجمو نعملوا زعما وكان نعملوا هيئه نسائيه وكان نعملوا حاجه يعني جمعيه هيئه حاجه نسائيه باش ندافعوا على المراه وعلى التعليم وعلى حاجات كيما هكا. اذا كانت تحدث مع ابوها وتتناقش معاه وكان يساندها وشجعها عقلها كما قال في الانترفيو اللي سمعناه بصوتها وكانت حاجه مؤثره برشا قال الا توكل على الله تحكي على هذا انت توكل على الله سيتي لو مو كلي قال كي قال بابا هكا بديت دونك قال حتى ندخل مع روحك تحب تعمل هيئه نسائيه ابدا معناتها نعاود ننزل نعاود جانسيست على الكوتي ريفولوسيونير
تفكر وقت شابة دو 17 ans عرفش نسي متزوجة ديجا وين معنا في وسط زيتوني محافظ ديني مع وسط علم لعل هذا هو السبب وسط معنا في إنارة وفي علم كريزك نتاع الإسلام دي لوميير الإسلام إسلام الأنوار سي تخي إمبورتون على هذا اللي كان بتاتخ لي وأكيد هو اللي أعطاها الشعر في الوسط هذاك 17 ans السيدة هذي تقوم ب اعطى فكره نتاع هيئه نسائيه وحاجه للدفاع عن المرأة دونك نعاود نقولها بالعربي باش ناكدوا على الكوتي فريمون معناتها ريفوليسيونير كوراجيو دو لا ديمارش دو لا شير فيك الوقت هذاك وقت اللي فريمون الظلمات كانت ضغطه في جمله عن النساء ضغطه في عن النساء فريمون لو رابلي اذا هذه دونك البدايه قعدت من وقتها من 1930 وهي تحاول تحكي مع عدد نساء في بعض أبسط تاع لقاءات صغار اجتماعات في العائلات في الديار في العباد ايش قبل كان عملوا حاجة قعدت الأرضية في الأرضية اللي باش تعملوا بعد 6 ans après 1936 دونك 22-23 ans كما قال سينوس بن مراد قول بشيرة دونك فيك الوقت هذاك 36 أسست صفة رسمية إذا الاتحاد النسائي الإسلامي لونيون دي فام مسلمان 1936 أول جمعية نسائية في تونس والثانية في العالم العربي بعد ما في مصر تعمل جمعية قبل إذا هي الثانية الثانية والأولى في تونس 1936 أبا دوزان يفو لو فير نحب نعرض المكان حاجة اللي هي ليزي مع والدها سندها وشجعها وقعد ما يحكي معها ويعيشينا بالزعمة بالإشارج كما نقول وحنا وزوجها الله يعينه ونعمه دونك سي صالح الزهير حتى هو دائما كان مشجع ليها مساند ليها وعمره ولكن في يوم من الايام وقفها ولا زعم الى ثاني الاكشن بتاعها بالعكس كان ديما واقف معها على طول المدى اللي عاش لانه مات صغير الله يعينه En 1936, on est comme l'Etihad islamique, qui est اللي والدها اسسها شيخ حمصان بن مراد تقول بحد واحد تقول المجتمع الاسلامي ما يمشيش على ساق واحده لازم زوج ساقين معناتها مش ممكن وتقول الامم الاسلاميه ما تنجمش تقدم الا ما نساء ورجال يكونوا زوز متعلمين العلم للنساء هو حسب هي معناتها لا باز ديفلوبمون دي بيي عرب اي دي موند عرب سيتي دي موند مسلمان يعني تقول عرب اي مسلمان سيتي سي تيرم كي فو تروفي دون سي ارتيكل في شمس الاسلام دايوغ عملت هي في السياق هذايا عملت ارتيكل سميتو علموا المرأة إن شئتم العزة والحياة حلوة ياسر الجملة هذيا علموا المرأة إن شئتم العزة والحياة 1937 في شمس الإسلام وعملت في السياق هذايا الارتيكل من الهدف الثاني هو تربية المرأة على الأخلاق الإسلامية الصحيحة الموافقة للإسلام إسلام الأنوار الإسلام دي لوميير خلاني انا نحترم بشيره بن مراد هو كونه صغر سنها في اول القرن مجتمع مغلق رجالي تفرض نفسها وتفتك مكانتها بين كبار زعماء البلاد هذيا في القرن العشرين كما علي بن عياد علي بن الأوان فرحان حشاد ونحبيب بورقيبة وغيرهم من كبار المفكرين وهذا أعتقد الشيء الأهم فرضت روحها وفرضت وجودها وافتكت مكانتها وتنجم تكون مثال للأجيال القادمة ولو تغيرت تونس ما نحلموش برشا ديما فما المرأة فما ناس ما لديهم يخليوها ديما في الصف الثاني ولهذا بالنسبة للأجيال الصعبة لابد أن إن شاء الله يقع تدريس تاريخ هذه المناضلة وحتى الشباب يفهموا اللي ينجموا يفرضوا رواحهم
ونجم يفتكوا مكانتهم خاصة الفتيات. وإحنا شفنا قدرة النساء وفعالية النساء في برشا ميادين والشيء هذا اللي شرف تونس ودونك عبرة ودرس الأشياء القادمة وإن شاء الله يبقوا أفلام أخرى كثيرة ومشاريع كذلك مسرحيات وحتى كتيبات للأطفال معناتها في الثانوي.